الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسرني أعزائي الطلبة أن أضع بين أيديكم نشاط القراءة المشروحة إثناء، موضوعه تربية القوة والجمال الجسماني تحت محور الصحة والرياضة. المرجع هو مجلة همزة الوصل من إصدار وزارة التربية، العدد 16 سنة 1980 و1981. أما عن الهدف المميز للنشاط فهو أن يتعرف المتعلم على فوائد رياضة كمال الأجسام وشروط ممارستها، وأن يكون قادراً على صياغة الفكرة العامة للنص. نبدأ بالتقديم. تهتم الدول بالرياضة لما لها من فوائد صحية وعقلية ونفسية واجتماعية، وتعتبر رياضة القوة والجمال الجسماني أساس كل رياضة، ولكن الكثير من الناس يجهلون ذلك. وهذا النص الذي بين يديك يعرفك بهذه الرياضة ويلفت انتباهك إلى أهميتها. ما القوة والجمال الجسماني إلا رياضة ككل الرياضات الأخرى كالسباحة ولعب الكرة إلى آخره، فهي بالإضافة إلى ذلك القاعدة الأساسية التي ينطلق منها الإنسان إلى أي نوع من أنواع الرياضة، أي أنها تكونه جسميا وعقليا وتزوده بل تنمي فيه القوة والمرونة والتوازن والسرعة والتحمل والرشاكة. كما قال كونياس، إن التقدم العلمي مرتبط بكل خطوة من خطواته بالقوة الجسمانية، فلكي نحصل على أحسن النتائج يجب أن نسير في تدريب الجسم جنبا إلى جنب مع تدريب العقل. وهذا النوع من الرياضة تطور عبر العصور حتى صنعها العلماء المفكرون في شكل تمارين مختلفة، يختص كل تمرين منها بإنماء وتقوية جزء معين من العضلات، فصارت هذه الأخيرة رياضة كما نشاهدها اليوم، وهي رياضة القوة والجمال الجسماني، والتي هي استكمال بعض المميزات والصفات في الجسم، فيصير بطبيعته كاملا متكاملا، وليس الغرض منها استعراض العضلات أمام الناس أو الوصول إلى مستوى عالي من إتقانها. إن الهدف منها أسمى وأقوى من ذلك، إنه توجيه الطاقة البشرية والجسمية والعقلية والنفسية إلى خدمة الأمة ومصلحة الجميع، بالإضافة إلى الامتياز باللياقة البدنية والتمتع بالصحة وتجنب الأمراض التي تهدد الإنسان من حين لآخر. فلأجل تأمين مستقبل صحي أفضل كي يحيى الإنسان حياة خالية من كل الأمراض، إن رياضة كمال الجسم أو ما يعبر عنها بالجمال الجسماني إنما هي عبارة عن تمارين رياضية، يختص كل تمرين منها بتنمية جزء معين من العضلات أو عدد منها. فإذا كان الممارس لهذه الرياضة لا يعرف أسماء العضلات ولا يفرق بينها ولا يعرف موقعها في الجسم، فكيف يستطيع مراقبة هذه الأخيرة ليتسنى له مقارنة بينهما من حيث التنمية في الحجم وإن صح القول في الكم والكيف؟ وهذه الأمور كثيرا ما تكون سببا في تشويهات العضلات، ونحن نمارس رياضة إنما جعلت للتجميل، وذلك بالتوازن فيما بين العضلات من حيث الحجم والقوة للعضلات. إن الكثير من ممارسي هذا النوع من الرياضة يقعون في التشويه الجسدي دون أن يعيروا الاهتمام إلى ذلك، وبقدر عدم الانتباه أثناء التدريب بقدر نمو هذا التشويه مع نمو العضلة. فيستحسن أن يكون كل لاعب مطلعا أولا عن أهم العضلات ويتعرف إلى موقعها من الجسم، فيصبح من السهل عليه المقارنة ومعرفة المناطق الضعيفة من القوة من حيث الحجم حسب ما يراه في جسده. ننتقل أعزائي الطلبة إلى شرح المفردات. التحمل هو الصبر، يتسنى يسهل ويتيسر، يعير الاهتمام يولي الاهتمام، التشويه وهو القبح والعيب. حاول عزيزي الطالب الإجابة عن الأسئلة. اشرح لماذا اعتبر الكاتب رياضة كمال الأجسام القاعدة الأساسية لجميع الرياضات. اعتبر الكاتب رياضة كمال الأجسام القاعدة الأساسية لكل الرياضات، لأنها تكون ممارسها جسميا وعقليا وتهيئه لممارسة بقية الرياضات. اذكر من كان له الفضل في تطوير رياضة كمال الأجسام. حدد الهدف الأسمى من ممارسة رياضة كمال الأجسام. كان للعلماء والمفكرين الفضل في تطوير رياضة كمال الأجسام.
الهدف الأسمى لممارسة رياضة كمال الأجسام هو توجيه الطاقة البشرية والجسمية والعقلية والنفسية إلى خدمة الأمة ومصلحة المجتمع. بما يختص كل تمرين من تمارين رياضة كمال الأجسام، حدد شروط ممارستها. يختص كل تمرين بتنمية جزء معين من العضلات أو عدد منها. شروط ممارستها هي معرفة أسماء العضلات وموقعها في الجسم والمقارنة من حيث التنمية في الحجم. بعد كل هذا أو بعد فهم النص، سوق عزيزي طالب فكرة عامة له أو مغزى عام له، ثم قارنها بالفكرة العامة المقترحة. تعريف رياضة كمال الأجسام وذكر فوائدها وشروط ممارستها. شكرا أعزائي الطلبة على حسن الاستماع.